يا شباب. طيبين. في دي الغابة محطوط لوحة منك زي تحذير إنه موجود هنا ذئاب وغزلان وذيبة، فشباب انتبهوا. تونا داخلين قبالة لاند، ما احنا مو داخلين عشان في مدينة العاب دي، بس احنا متوجهين للمطعم نتغدى هناك في المطعم. خلصنا اكل صراحة كلهم لذيذ وسعرهم بعد رخيص، يعني مو واجد غالي زين سعرهم معقول. الحمد لله رب العالمين. هذا التاكسي حقني يا شيخ والله كل التكاسيهم قدام جميلين صراحة. وصلنا وسط قابالة، مكان الاسواق وغيره. هذا علي عربة طيبة. شوي شوي اسوي والله نايس العربة حق البيت. احنا دقيقة فوكس فوكس فوكس، احنا حاليا فوق الجبل اللي فيه الفلل، ركبنا فوق هنا في مراجحين اشياء طيبة. كيف الحال يا شباب؟ ان شاء الله طيبين، قاعدين على الانستغرام يعني وذا، والله حلو الانستغرام يعني جميل. والله الحين ما انا داري اطلع في الشاشة ولا في الكاميرا، قال بالكاميرا هذا بالشاشة ما يدري يعني. هذا فيه طبعا ما نحطه في اللوج. نايسي والله الانستغرام، حتى المكان نايسي، بس هذا الفيديو طبعا ما نحطه في اللوج ابدا. صباح الخير يا جماعه، الساعه 8. احنا الامس فطرنا في الفيلا، اليوم بننزل الفندق بنفطر فيه. المهم شكل التفريك مسكر لانه ما اشتغل ونحشرنا فوق الجبل. المهم بس معلومة شباب، هذا التلفريك اللي وراي الثاني، هذا التلفريك اللي نزلنا تحت، وهذا التلفريك الثاني. هذا التلفريك الثاني حاليا معطل هو، بس لو مو معطل هو بنزلنا على طول للفندق. فاحنا الحين وش نسوي بداله؟ يقول منه معطل يعني ننزل من دي المحطة نركب باص، ومن الباص يودينا الفندق وبس. عين نروح نفطر. توهم شغلين التلفريك وحين رايحين المطعم، يا رب يكون بعد الباص شغال. توهم شغالين مطول واجد يعني لما يجي. تونا مخلصين فطور، صراحة الفطور اللي في الفندق يعني مرة أفضل بواجد يعني. كيف الفطور شباب؟ كيف أبو زيك؟ عطنا وجه حال. هذا عصير أذربيجاني حاليا منبوقة، ونشوف كيف طعمه، طعم الكرز منبوقة والله نايس. اخر يوم لنا بالفيلا ان شاء الله، وراجعين الى باكو، وبعدين 3 ليالي في باكو ونرجع البلد ان شاء الله. ترقبوا الفلوقات يا جماعة. خلاص يا جماعة طالعين متجهين للفندق عشان نفطر، وعلى طول نتجه الى باكو. خبزيك مالك لا كلمة، ايش رايك في اذربيجان عام؟ والله حلاوة 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 حلاوة.
خلاص هذه بعد اخر مره نركب فيها التلفريك. يو احنا كنا فيلتنا فوق بنسى نركب وننزل بالتلفريك كله. حرام ما في نت يا اخي. في طريقنا الى مدينه باكو باقي لنا حوالي ساعتين 3 ساعات حاجه زي كذا. وصل بالسلامه ان شاء الله يا شباب. وهذا نفس المسجد ده مرينا عليه نصلي الظهر. باكو يا ابو الشباب. ايوه ده هو هذا هنا الشباب. صباح الخير يا جماعه. اليوم ماخذين لنا تاكسي بودي وربنا في مدينه باكو. واحد كده اشوف مساحه عجبني وايد في الاذربيجان يعني او في الناس الاذربيجانيين انهم ابدا يعني تصور تسوي يعني وانا اصور مثلا احاول الكاميرا قدام ناس ما حد يقول شيء ما حد يتكلم ناس طيبين صراحه دائما يضحكوا وياك وكل شيء والله ناس ممتازين صراحه.